السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ مزيان. كنتمنى كل واحد يكون بحاله صحيه جيده. هذا الفيديو هذا غادي يكون خفيف ظريف ان شاء الله. غادي نبين لكم، غادي نوري لكم لوطيل اللي شديت والبيت اللي شديت. هذا البيت هذه شديتها في واحد لوطيل اللي معروف هنايا في الشامن، ماشي معروف بزاف، المهم ماشي شي 5 ستار ولا واقيلا غير 3 النجوم، ولكن هنا لوطيلات واخا كتلقاهم 3 النجوم كتلقى اوتيل نيت واعر بزاف، فهمتي؟ وكتلقاهم رخاص. مثلا هاد لوطيل هذا اللي شديت بيت وحده شومبر ب 99 ار ام بي لليله، اللي هي 140 درهم مغربية، يعني 2800 ريال مغربية. ولكن هاد 2800 ريال مغربية ما داخل فيها لا فطور لا عشاء لا والو، يعني غير كتجي كتدوز الليلة كتبات النهار الاخر مع 12 ديال النهار خصك تمشي فحالك. المهم خليكم معنا في الفيديو، غادي نوري لكم دابا البيت كي دايره وشنو فيها. هذه هي البيت رقم 101. ندخلوا دابا لداخل نشوفوا كي داير هذا الشيء. هذا عندنا اول حاجه بعدا هنايا الطواليت. هذا هو الطواليت حاجاكم الخوت. هنا كاينه واحد الماكينه ديال الصابون كما كتشوفوها، وهنا عاوتاني الروبيني فين كتغسل وجهك. هذا الشامبو انا خوتي الشامبو، وهذا الشاور جيل. وهنا كيعطوك هنايا هذاك الشيتا باش تحك سنانك، وكاين هذاك كولغيت واحد البواطه صغيره. ندخلو دابا لداخل نشوفو هنايا شنو كاين. كاين واحد لابابو ديال الماء، وكاين هذاك باش كتغسل الماء هو هذا. وهنا عطاوني جوج قراي ديال الماء، وحده راه شربتها تقريبا كامله، وحده راه باقيه تما في بلاصتها. وكاين هذا منشف ديال الشعر هو هذا، كنسميه بلونغلي هير دراير. وهذا الترموس ديال الماء اللي كنسخنوا فيه الماء. كاين واحد المرايا كبيره كما كتشوفوا هنايا، هي هذه باش الا بدلتي حوايجك مثلا تشوف كيفاش راك داير. انا اخوتي كاين واحد الطبيله وواحد اللعيبه هنايا فين يمكن تجلس هاد الصوفا هادي الا بغيتي تاكل شي حاجه. ولا هنا كاينين واحد الزواقات في الحيط. دابا ندخلوا لداخل نشوفوا هاد البلاصه، هي هادي هنا فين كان الناس، وكاين زوقين هنايا الحيط بواحد الزرافة هنايا، والاليغيتر والرابيت والالفنت والسبع تايو كوالاي. المهم هادي هي البيت الخوت. كاين حتى الاير كونديشنر الى برد الى سخون الحال. وهنا كاين البلاصه فين نشرجي التليفون. هنا كاين واحد الشرجم كبير كما كتشوفوا، يمكن نحلو هاد اللعيبة هادي. هاد البناية اللي قدامي حتى هي اوتيل الخوت، يعني بزاف ديال الاوتيلات هنايا. هاد البلاصة قريبة لمحطة القطار اللي كتسمى شيامن بيجان، كاينين جوج ديال المحطات القطار في هاد المدينة هادي. هنا كاين الشرجم، نقدرو نحلو الشرجم ونشوفو شوفو برا كي داير. يا سلام يا سلام هانتوما. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم اخوتي. اللي عجبو الفيديو يدير لنا واحد لايك وسبسكرايب، وما تنساوش شي كومونتير وتبارطاجيو القناة مع الاصدقاء والعائلة. شكرا بزاف على الناس اللي كيتفاعلوا معنا، وبهذا الفيديو هذا كنساليو الرحلة ديالنا الرائعة لمدينة شيامن. ان شاء الله السيمانة الجاية غادي نمشي لشي بلاصة.